رجعنا معكم مشاهدينا، صار وقت الكوكينج. اليوم معنا دلال ووصفه سربريز. هاي تينا، مش هيك؟ صباح. شو في عندنا اليوم؟ عاملين وصفه كثير طيبه. انا شفت اللقطينه. صح، دي بات او بوتيرو مع كروفيت، وبدنا نضيف البوارو يلي هي وصفه طيبه كثير وسهله وسريعه. هيك تنخبر شوي المشاهدين سريعا قبل ما نبلش وصفتنا. بتعرفي بفصل الشتاء طيب انه ناكل اليقطين كتات كشوربه وهيك. اليوم حبينا هيك نشتغلها مع القرات، الثوم، البيكن، البيض الابيض، بالاضافه للبهارات بدنا نضيف الكاري، الكركم، الاوريجانو، ما بدي انسى بهار الاسود، الملح، وهون بدنا نشتغل بالمعكرونه يلي نحن بنحبها. خلينا نبلش هيك وصفتنا. اول شيء بدنا نقول انه بطنجره على نار وضعنا شويه من زيت الزيتون، رشه من الملح، وضفنا مي. بدنا نسلق المعكرونه. هون فينا نشتغل بحيلا نوع من المعكرونه، بالتورتيليني، بالبني، بالتاجلياتيل، سباجيتي، حيلا نوع من المعكرونه. بدنا نسلق المعكرونه، بدنا نصفيهم ونضعهم على جنب. بدنا نشتغل هلا بالصوص. من شو معموله الصوص؟ بطنجره على نار بدنا نوضع شويه من زيت النباتي، زيت نباتي فينا نستبدل بزيت الزيتون، يعني هون حسب شو بنحب. اول ما يسخن الزيت بدنا نضيف شويه من الكرات. هون بدنا نقول فينا نستبدل الكرات بالبصل، يعني فينا نجيب بصله نفرمها صغير ونلوحها. بدنا نرجع نضيف الثوم، بدنا نرجع نضيف البيكن. هون فينا كمان نشتغل بالقريدس او باللحمه بالدجاج، يعني فينا نشتغل بحيلا شيء نحن بنحبه. كمان بدنا نضيف شوية من مرقة الدجاج، مثل ما على طول بنقول إنه مرقة الدجاج بتعطي نكهة طيبة. لو عم نشتغل بالسمك تينا، إذا ضفنا مرقة الدجاج بتطلع طيبة. لكن أول شيء بدنا نلوح كرات، بوارو مفروض صغير، بدنا نضيف المي غليت. فوالا. لكن نرجع نذكر انه نحن اليوم عم نشتغل بالمعكرونه يلي عم نسلقها، بدنا نصفيها نوضعها على جنب. اما وصفتنا فهي الكرات او البصل، بدنا نرجع نضيف الثوم، اللقطينه اكيد ما نكون مقشرينها مقطعينها ونتركهم نيين. مش هيك؟ صح، اليوم عم نشتغل على اللقطين الني يلي مقشر مقطع. وهون بدنا نقول اذا اشتغلنا باليقطين، اذا جبنا يقطين كبيره اشتغلنا بشوي، فينا نضيفها بالفريزر. اكيد بنشيلها من الفريزر، بتقعد لوقت طويل، بنوضعها بمصفيه لنشتغل فيها. لكن نحن لوحنا البوارو مع الثوم، بدنا نضيف بيكن، هذه وصفة سهلة طيبة بس النكهات طيبين. يعني في نكهة البيكن رح تكون ظاهرة، والكرات بيعطي طعمة كمان، الكرات بيعطي أكثر من البصل. ضفنا البيكن. هون بنقول للمشاهدين يلي ما بحب البيكن في ما يشتغل فيه، فينا نستبدل بالكوريزو كمان بيطلع طيب، بس البيكن بيعطي طعمة طيبة. ايه نكهته غير. وهون بدي اقول انه كمان هيدي وصفة فينا نشتغلها مع الفواجرا، يعني فينا نضيف شوية من الفواجرا بدل البيكن، نستبدل البيكن بالفواجرا. بنحطهم قطع يعني؟ بنحطهم قطع، بنلوحهم كمان بتعطي نكهة طيبة. البيض ابيض قلتي دلال، ايه بدنا نطفي بشويه من البيض.
بدنا نقول انه هيدي وصفه فينا نشتغلها بلا قريديس بلا لحمه بلا دجاج، يعني بس نكتفي بالكرات، الثوم، اليقطين، شويه من الجبنه، جبنه بارميزان بدها تعطي نكهه، مرقه الدجاج، الكريم فريش اللي بدنا نختم فيه، نمزجهم مع لانه البهارات تينا بدهم يعطوا نكهه، يعني بدنا نشتغل على الكاري، على الاوريجانو، على البهارات اللي هي كمان بدها قويه شوي، يعني هي كمان بدها تضيف نكهه على وصفتنا. اليقطين رح يضلوا قطع، يعني مش رح ننعمهم. لا ما رح ننعمهم، هلا بتعرفي بيستوي على الاخر اليقطين وقت نلوحه بيهلط مثل ما بيقولوا. مظبوط ايه بيستوي اكيد. بيستوي. لكن نحن ضفنا الكرات، الثوم، البيكن، هون بدنا نضيف، نرجع نتذكر نحن عم نشتغل على يقطين ني قشرناه وفرمناه صغير. لكن اول شيء بلشنا بالزيت، عم نشوف هلا المقادير على الشاشه اذا حابين تأيدون. بلشنا بشويه زيت، بعدين حطينا كرات والثوم، زدنا بيكن، كميه قليله من البيكن، وهلا زادت دلال المكعبات اللقطين. بدي اقول انه اليقطين كثير بيلبق على الكرات. اذا لاحظت فينا انه نحن اليوم ضفنا اليقطين قبل الريديس، لانه اليقطين بده شوي وقت طبخ اكثر. الريدس اكيد فينا نجيبه مجلد، فينا نجيبه مجلد مثل ما فينا نجيبه ني. ولاحظت الحجم وسط تقريبا هيك الحجم، هيدا منو صغار لان منو صغار، لا بس هون بدنا نقول انه اي وسط هو اكبر شيء. هلا اذا كثير كبير حلو انه يكون ديكور افيك، يعني نشتغل على الديكوراسيون، وكثير صغير يعني عندك سلاد، عندك هيدا الحجم الوسط. انت بتعرفي انه الريدس كمان بيصغر شوي. ايه بيرجع بيزم. لكن لوحنا كرات مع الثوم، رجعنا ضفنا البيكن، ضفنا اليقطين، بدنا نرجع نضيف القريديس، اللحمه او الدجاج، بس اكيد انه القريديس بده وقت اخف بالكويسون من الدجاج واللحمه. سو المبيد من بعد ما نزيد القريديس، من بعد ما نضيف القريديس بدنا نوضع نص كوب او 100 ملي من المبيد. هون بدنا نقول يلي ما بحب يستخدم المبيد ما يستخدمه اكيد. فوالا شو صار بالباستا؟ بدها دقيقتين ونشيلها. المهم بدنا نذكر كمان انه الباستا كل ما كانت الدنتي كل ما اطيب. روايح طيبة، هيدي من الوصفات السهلة والطيبة. وهون كمان هيك تنعطي فكرة تينا، إذا اليوم أنا عبالي أشتغل هيدي الوصفة بس عبالي أشتغلها مع معكروني، فينا نشتغلها لحالها، يعني فينا نقدمها كصوص، نقدم حدا الرز، الكينوا أو الكسكس يلي كمان بتطلع طيبة. أوكي. يعني فينا نشتغلها لحالها بلا المعكروني، بس اليوم حبينا نمزج المعكروني مع الصوص يلي عم نشتغل فيها. هلا بدنا نوضع شوية من المبيض، وهون كمان مثل ما كل مرة بنقول بدنا نرجع نذكر المشاهدين انه وقتها بنشتغل بالمبيد كثير مهم انه نتركهم على نار لكم دقيقة للبركول للكول سيفابور، يعني وقتها ناكل ما نحس كثير بطعمة الكول. بعد دقيقتين بدنا نرجع نضيف الملح، بهار الاسود، الكركم، بدنا نضيف شويه من الثوم البودره كمان بده يعطي نكهه طيبه، ما بدي انسى الاوريجانو، كل هول والكاري، كل هول المقادير بدنا نمزجهم سوا، بدنا نرجع نضيف شويه من مرقه الدجاج. هلا هون كمان بدنا نقول يلي ما عنده مرقه فينا ما نوضع مرقه، يعني فينا نكفي وصفتنا مع الكريم فريش بزياده، بدنا نرجع نضيف شويه من البقدونس
يلي كمان بده يعطي نكهه، وهون فينا نضيف شويه من البارميزان، من جبنه البارميزان. وهون بدي اقول كمان انه هيدي وصفه تينا فينا نشتغلها بزيت المقادير يلي نحن هلا عم نحكي عنهم، بس نستبدل البارميزان بالبلو تشيز يلي كمان بتعطي نكهه، لانه البلو تشيز مع البوتيرون كثير طيب كمان بيمشي. هيك نكون كمان طلعنا شوي. مثل ما هيدي وصفة كمان تينا فينا نشتغلها كلها سوا، نوضعها ببول نسقعها، نضيف لها شوية بيض وكريم فريش، نوضعها بقلب بات فويتي أو بات بريزي كاتارت يعني، وندخلها على الفرن، كمان بتطلع طيبة وكروفيت. هلا بدنا نضيف البهارات. لكن عم نحكي على ملح، بهار اسود، كاري، فوالا، وفي بابريكا، كركم، ثوم، ثوم باودر، ما بدي انسى الاوريجانو، نحن عم نشتغل بملعقة كبيرة، معني، كل هول البهارات بدو يزيدوا على وصفتنا نكهة. صار لازم نشيل البات، لكن ضفنا الكركم، الكاري، اوريجانو، الثوم يلي بده يعطي نكهه طيبه، الملح، بهار الاسود، بدنا نرجع نوضع شويه من المرقه، ما بدنا نكتر. فوالا حلو، يعني بيطلع منها شوي صوص. نو بيطلع منها صوص اكيد، لانه كمان البوتيرون بيعطي شويه مي بنزل. ما تنسينا انه بدنا نضيف شويه كريم فريش كمان. هلا هون كمان يلي ما عم بيلو يشتغل بالكريم فريش، فينا نضيف طومات بولي وما نوضع كريم فريش، يعني فينا نستبدل نشتغلها شوي على صوص روج. أنا رح صفي فهون لكينا ال يقطين عم بيستوي مع البيكن والأريدس مع البهارات، في كرات كمان حسينا هيك بلش يطرى اكيد بده يطرى، لكن ضفنا الكرات، الثوم، البيكن، رجعنا ضفنا القريدس، وضعنا شويه من المبيد الابيض. بعد دقيقتين لثلاث دقائق، دقيقتين لثلاثه رجعنا ضفنا الكاري، الكركم، بهار الاسود، الملح، ما بدي انسى الاوريجانو والباودر، الثوم، البودره اللي بيعطي نكهه طيبه. مزجنا كل المقادير سوا على طول على نار، ضفنا شويه من مرقه الدجاج، بدنا نضيف شوي من البقدونس من البارميزان، وبدنا نختم بالكريم فريش. ما بدنا ننسى انه نحن فينا هلا صفينا، بدنا نضيف شويه من البقدونس، لكن رح نزيد الجبنه بعد في البارميزان تنزيدها. هون نرجع نذكر انه فينا نستبدل بارميزان والبلو كريم، بعد ما نحط الكريم بنخليهم يغلوا شوي مع بعض. هي هي وصفتنا تينا، بتكون خلصت، وفينا ناكلها اكيد مع الباستا على جنب، مثل ما فينا ناكلها مع الرز. هلا بدنا ناخذ بريك ومنلاقيكم من بعدها.